وصلنا الآن إلى خط الاشتباكات الأول في منطقة العود. القوات المشتركة الآن تتوغل في هذه القرى محاولة تحريرها من الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية هاجمت هاتين القريتين يوم أمس ويوم أول أمس. الآن تتقدم القوات المشتركة كما تشاهدون وتتوغل في هذه الوديان والتلال والطرق الوعرة لتحرير هذه القرى من الميليشيات الحوثية. نحن الآن ما بعد منطقة بيت الشرقي وشليل. هذا المحور يشهد اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس، وشارك طيران التحالف بقصف مواقع الحوثيين في أعلى هذه التلال. القوات المشتركة تحاول الآن أن تفتح الطريق الموصل إلى إبمن بعد هذه السلسلة الجبلية، هناك حيث الميليشيات الحوثية تتسلل في الوديان والتباب ما بعد المنازل السكنية. صباح اليوم نفذت الميليشيات الحوثية قصفا بالمدفعية والهاونات على المنازل السكنية هنا. الميليشيات الحوثية إذن تتحصن في هذه المنازل التي ترونها هناك. القوات المشتركة تحاول تطهيرها. الميليشيات تتخذ من السكان دروعا بشرية. صلاح بلغبر، سكانيوز عربية، من خط المواجهة الأول في بيت الشرقي الضالع.